الإيطالية وخاصة الإنترستام. الكرة منقولة لنا عرضية عالية، لكن أيضا لوكاكو الكرة بالشباك فعلوها، تقدموا أولا واحد رشيا تيرمي. ماذا فعلت بالآخرين يا إنتر؟ ماذا فعلت بالآخرين يا إنتر حتى وصلت بنا إلى هنا؟ أين هي أرقامهم؟ أين هي أمجادهم؟ أين هم الآن؟ الإنتر شعار واحد، الانتصار. الإنتر يخيف كل أحد ولا يخاف أحد، هكذا هو النيراتوري. هذه الكرة العرضية من دي ماركو الروسية، أتيربي وضعها بالشباك، أتيربي يسجل، أتيربي يتقدم، أتيربي يضع النيراتوري في المقدمة في شوط المباراة الأول. العرضية الإيطالية ثم المتابعة وصلت إلى أتيربي، وأتيربي يسجل أول الأهداف في الاختبار الصعب يا الأمير، اختبار صعب يا دانييل دي روسي. تجد الكرة الثابتة، منقولة عرضية عالية، محاولة، يا سلام، عادوا الذئاب، سجل المدافع، يرد على نادي الإنتر، مدافع روما يعيد الذئاب مرة أخرى. ديجان روسي لا يتأخرون، لا يتأخرون. ثالث أهداف مانشيني، ثالث أهداف مانشيني. المدافع يسجل للإنتر والمدافع يرد لنادي روما، يدافع عن أحلامهم، يدافع عن هدفهم، يدافع عن هذا الأمير دانييل دي روسي، يدافع عن الذئاب اللي تعود مرة أخرى وتسجل عدم التعادل عن طريق اللاعب مانشيني. كلهم بصوت واحد، مانشيني، مانشيني نعم يعيد الأمور إلى نقطة البداية، وكلين شيت آخر يضيع على السمر، يضيع على حارس المرمى السويسري اللي يبحث عن تحطيم الأرقام. مانشيني يسجل، وتبعد عادت مرة أخرى إلى بيلغريني. الهجمات العكسية المنظمة، وصلت المحاولة لبيلغريني، شعراوي الثاني، 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 يا عيني يا عيني يا حبيبي يا حبيبي، الشعراوي يقلب النتيجة، الشعراوي يسجل الثاني لمصلحة روما، والذئاب يبحثون عن الانتصار. الذئاب من أجل الريمونتادا، من أجل هيبة نادي روما. ديجان روسي يعودون، الأمير سعيد، الأمير سعيد، نعم الذئاب يظهرون والذئاب يتقدمون. إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. هم آمنوا بهذه المقولة، والشعراوي يسجل الثاني بطريقة رائعة. حارس المرمى تابعها بليارد 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 في اللقطة الأخيرة، بليارد في اللقطة الأخيرة، ارتطمت بالقائمين حتى يستمتع بها السمر. لمسة أمامية، محاولة وصلت إلى باريلا، باريلا لعب لكرة عرضية خطيرة، يا سلام، يا عيني يا عيني، يا سلام، عاد الإنتر، عاد الكبير، عاد المخيف، عاد الفرنسي، أعادهم مرة أخرى، أعادهم مرة أخرى. دس آخر ما بين الشوطين، تورام يرفض الهزيمة ويعود إلى التعادل 2-2، يعود إلى التعادل 2-2. عادوا سريعا مع بداية شوط المباراة الثاني، ما تأخروا. هذه المحاولة، هذه اللعبة، هذه التمريرة من باريلا، باريلا نقلها إلى دارميان، العرضية، العرضية المثالية، وهذا تورام، وهذه أهدافه، هذا تورام بلدغته الأفعى السمراء. من يسجل هنا في شوط المباراة الثاني؟ هذا اللاعب اللي يحتفل في هذه الأمسية بهدف التعادل، لكنهم يبحثون عن الانتصار، يبحثون عن. وماسيميليانو حتى هذه اللحظة متعادل، الكرة بتعود مرة أخرى، فيتريان نقلها حلوة، حلوة، يعاني، يا سلام، الإنتر والسحرام، الإنتر وعفوانا، الإنتر اللي يعطي المنافسين أمل ثم بعد ذلك يقضي عليهم، يقضي عليهم. اليوم لا سحر إلا الإنتر،
لا لمسات ممتعة إلا مع الإنتر، الإنتر اللي يتفوق الآن بثنائية مامبا السوداء، أخطر الثعابين، أخطر الأفاعي، أخطر اللاعبين، بل أمتعهم مع الإنتر في هذه الأمسية. يسجل هدفين ويحتفل، شوف الروح الكبيرة ما بين لاعبي الإنتر والعلاقة الرائعة في هذه الكتيبة. الإنتر في شوط المباراة الثاني قلب النتيجة، ريمونتادا للإنتر بعدما كانت الريمونتادا في شوط المباراة الأول. مخيتريان لعب لكرة عرضية، والمتابعة من المامبا السوداء، المتابعة من تورام، تورام من يسجل الثاني، تورام من يتقدم بهدف آخر يسجل الثاني لمصلحته والثالث للإنتر. نعم لا السحر في صفرات الاستهجان الآن، ما هو عذرك؟ كرة تعود الآن لسانشيز، يلعب الكرة في الجهة اليمنى لأرناوتوفيتش، هذا الثالث، هذا الثالث، هذا الثالث، هذا الرابع وليس الثالث، هذا الرابع وليس الثالث، يقضون على أمال نادي روما، يسجلون الرابع. الإنتر وعنفوانه، الإنتر وتفوقه، الإنتر وتقدمه، الإنتر وانتصاراته، الإنتر وأمجاده، الإنتر وتاريخه، الإنتر وباستوني، من يسجل أول أهدافه في هذا الموسم، رباعية لنيراتوري، للفريق الأعظم في هذا الموسم، للفريق الأمتع في هذا الموسم، للفريق الأجمل في هذا الموسم. ترك أرضية الملعب تورام، ترك أرضية الملعب لوتارو. هل تعتقدون بأن الإنتر غير قادر؟ لا، الإنتر كتيبة المتعة، كتيبة المتعة، يسجل أي لاعب، كل الأسماء الموجودة قادرة على التسجيل، لأن خلفهم مدرب كبير وخلفهم أيضا نجوم كثار. هذا واحد منهم باستوني، من تقدم في اللقطة الماضية أرناوتوفيتش اللي يصنع 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 الهدف اللي يبقيه مع الإنتر، يصنع الهدف اللي يجعله مستمر مع نيراتوري في الفترة القادمة. هدف بالنسبة له فيه أكثر من فرحة للاعب أرناوتوفيتش، الصناعة.